بترهني على اللحظة بكل ما تملكي، ولو اللحظة طلعت غلط ولا تستحق الرهان تبقي خسرتي كل شيء. لا لا أراهن أبدا أبدا على لحظة في حياتي أنا مش مؤمنة بيها. ممكن ظروف حياتي تؤدي أن أنا أعمل أو أخد اتجاه معين أو أفكر في حاجة معينة بناء على لخبطة في ظروف حياتي. أحيانا بتبقى ممكن تبقى الناس تانية مش شايفين الحتة دي، بس دي ما أنا عشان كده بقولك behind the scenes، إن الناس بتشوف دايما حالة الفنانة بس. هي بالنسبة لهم حالة الفنان دي ما ينفعش تغلط، إنما هما ما بيروحوش ورا الستارة دي وبيشوفوا إن أنا إنسانة، ما بيشوفوش الكواليس. أنا إنسانة بمر في حاجات في حياتي، يعني أنا بمر بظروف في حياتي، بمر في حاجات ممكن تبقى صعبة قوي في حياتي. لازم أقف ولازم أخد ستابس غصب عني. أنا قلت لك أحيانا بتبقي أحيانا في حتة معينة يا تنطي بقى من ده وتروحي يا تاخدي قرارات في حياتك. أحيانا ظروفها بتحطك إنك تاخدي قرارات معينة. And you have to adapt للقرارات. بس انت وصلتي ان انت تتشطبي من النقابه، لان ما انا بقول لك لان احنا في الزمن، يعني المره دي الصراع أيوة ده يا حلا. ايوه حبيبتي كبر منها. كبر عليكي حتى، فاهمه قصدي؟ لا انا هشرح لك ليه. لان احنا في زمن السوشيال ميديا، احنا في زمن مليان، يعني انت لو عملتي حاجه صغيره قد كده تكبر، تبقى تكبر قد كده، لان انت عندك سوشيال ميديا وعندك ناس رافضين للي انت بتقوليه، وعندك ناس كارهين، وعندك ناس مش حابين، انت عندك كل الانواع. فانت بقى غصب عنك في الزمن ده في وسط الصراعات الكتيره قوي دي والتناقضات اصلا عند الناس هي اللي كتيره، غصب عنك عنهم هتلاقي بقى الحاجات كبرت قد كده. انت فاهمه قصدي؟ فهم كبروا مواضيع قوي، مواضيع كبرت قوي في الوقت ده، فاهمه؟ فعشان كده انا بقول لك القصه دي كلها ليه مش بحب انا اتكلم فيها، لان هي مرحله عدت في حياتي. في حاجات اثرت فيا بالسلب، أكيد بالسلب على فكره، أكيد اكتر بكتير من الايجاب. لكن بعد كده انا خدتها وقررت ان انا هقف وهحولها لايجاب، إيجابية، مش هتبقى سلبية. بس في ناس اتضروا، في زمايلك. أنا أول واحدة اتضريت، أنا يعني أول واحدة اتضريت. هقولك معلش أنا هوقفك. لا أنا أول واحدة اتضريت، أنا أول واحدة يعني نفسيا اتضريت من الحتة دي قبل الناس. وأكتر حد اتضر طبعا أكيد. مش كانش سهل عليا خالص الموقف ده، فاهمة؟ بس أنا بقولك أحيانا في بعض الأوقات في الحياة بتبقي في موقف معين في حياتك وغصب عنك بتضطري تأدابت وتبقي في حتة معينة مش عارفة تطلعي دلوقتي، فخلاص بتسيبي الامور تمشي كده. لكن انت ما كنتيش تقصدي الاساءه ابدا. عمري وطول عمري في حياتي، انا عمري في حياتي ما عملت يعني اي تصريح يضايق حد، والناس كده عارفه كده عني. لا اتخانقت في شغلي ولا عملت مشاكل مع حد، انا طول عمري مسالمه جدا، ومش من النوع اللي انتقد على الهوا، مش من النوع اللي اطلع اكلم حد زميل او كده على الهوا، مش طبيعتي خالص. يعني التصريح الوحيد مش انت، مش الوحيد بتاعك. مش طيب، هو كان وقتها في حالة من الاستغراب، بس فكرة إنه فنانة تزوجت، هو داعية ولكنه منتج سينمائي بيمشي على الريد كاربت، بيمشي على الريد كاربت، فاهمة قصدي؟ بعدين تطلع الفنانة تتنصل من الفن والفنانين، يعني دكتور محمد العدل. ما أنا بقول لك أنا هي الكلمة دي جداً. أنا ما عمري ما أتنصل، بصي أنا عمري ما أتنصل. ازاي انا ابويا فنان اساسا؟ انا فنانه، يعني انت عارفه بعيدا عن التمثيل. فهمتي وجهه نظرهم؟ انا برسم، فهمتي يعني وجهه نظرهم؟ طبعًا هي دي، هم هي دي المفارقه اللي وصل لها. انا بقول لك اللي وصل لهم هي دي المفارقه. أيوة انت فنانه، بنت فنان، وانت فاهمه قصدي؟ واللي وصل لهم. بصي الناس، وعلى فكره في كتير من الفنانين عشان هم فاهميني وعارفين حالة، فكانوا بيكلموني، هم ما كانوش زعلانين، كانوا فاهمين حالة، احنا عارفين اللي بيحصل، كانوا عارفين. في ناس عارفه، بس الناس اللي مش عارفه هي الناس اللي سمعت، مش سمعت مني انا. اللي عرفوا كان المفروض يزعلوا عليكي مش يزعلوا منك؟ لا مش يزعلوا عليا او يزعلوا مني. يعني بصي يعني انت عمرك ما هترضي كل الاطراف مهما تعملي، وعمر ما الناس كلها هترضى عنك مهما يحصل، يعني فاهمه؟ طيب بغض النظر عن ازاي حصل، خلينا نقول انت شايفه ان هو موقف منصف ان انت بعد ما تصوري الفيلم وبعدين تتزوجي وتتحجبي وكذا وتعتزلي خلاص مش عايزه تمثلي تاني، فالفيلم ينزل فيبقى فيه لوم وعتاب لزميل؟ لا هو كان الوقت ده كان في حاجه تخص الموقف ده في الفيلم، وكان ده كان ليها رغبه معينه انه يحصل حاجه معينه، والحاجه دي ما تمتش. انا ما كانش عندي مشكله، يعني انا كحاله اصلا كنت ناسيه القصه وناسيه الموضوع، الاغنيه وكل الكلام، كنت ناسيه القصه دي خالص. بس اللي حصل بقى وقتها عارفه المشكله فين يا حلا؟
انه ممكن مثلا تكون انت حياتك على المسرح شويه. طبعا حياتك على المسرح زياده طول الوقت، يعني كانت طول الوقت يعني حياتي اكسبوزد وتحت الاضواء، فطبيعي ان انت غصب عنك بتفضلي طول الوقت عندك الحته دي. عارفه لو عايزه اقول لك اللي انا مريت بيه ده، اعتقد ثلاث ارباع الستات مروا بيه. انا بقابل بنات كتير قوي بيقولوا لي احنا كنا لابسين حجاب وقلعنا، بس احنا بنصارع قوي في الحته دي وتزوجنا واتطلقنا وتزوجنا. يا خبر ده، انا اعرف بقى اكتر مني بكتير. انا اتجوزت مره واحده طبعا وسنين طويله، وبعد كده لما اتطلقت بسنه ونص اتجوزت سنه ونص لان انا ست في الاخر. انا في تصريح ما ينفعش ست تفضل لوحدها. في تصريح في الحته دي بيضحكني جدا. يعني انت وقت ما اتطلقتي مثلا طلع زوجك السابق هو داعيه كمان؟ ابو اولادي ما كانش داعيه اساسا خالص والله. هو حتى هو ما كانش داعية اساسا. الشيخ يوسف في هم مسمينه كده عشان عنده شدان. لا انا ابو اولادي مش داعيه، ابو مش اولادي داعية. زينا على فكره. هو كان هو اسلم وبعد كده هو اتجوزنا احنا بقى، يعني اسلم قبلي انا بسنه، يعني قبل ما انا اعرفه اساسا، يعني فاهمه قصتي وقصته. هو كان اسلم تقريبا من قبل. بس انا اعرفه من عندي 14 سنه. كنتوا اصحاب؟ كنتوا اصدقاء؟ كنت بحبه جدا من وانا صغيره، يعني كان هو ده فاهمه، كان ده حب الحياه بالنسبه لي. بجد؟ ايوه انا اعرفه من وانا صغيره، ويوسف بالنسبه لي كان هو يعني، وسبحان الله ربنا جمعنا وخلفت منه اربع اولاد حلوين. ايه الصراع مع النفس اللي حاله بتعدي بيه؟ اكبر صراع؟ اكبر صراع انا طول الوقت اكشلي في صراع، واعتقد ان الناس كتيره كده، بس انا خلي بالك صراعاتي كتيره قوي لان انا ولادي في كندا مش هنا، وجزء كبير من الصراع ده ان انا كنت نفسي ان هم دايما يبقوا معايا. طبعا بكلمهم كل حاجه، بس جوايا انا ببقى تعبانه جدا جدا، يعني قلبي بيتقطع يعني. ايوه طبعا. الصراع التاني ازاي تعملي البالانس بين حياتك ورغباتك وبين انك تبقي بترضي ربنا وبتحبيه في نفس الوقت، التوازن. الحته دي اكبر صراع، اكبر صراع جوايا. اكبر صراع يعني واقدم واحد هو ده الديب عندي، لان بصي انا جوايا شخص روحاني جدا خلاص، وبميل اكتر للحته الروحانيه مش الحته الدنيويه. دي طبيعتي مش عارفه اغيرها، انا كده من وانا صغيره جدا يعني. فانا بالنسبه لي بحس ان انا قربي من ربنا بسعاده كبيره قوي في حياتي، فلما ببقى مش قريبه قوي من ربنا، مش بالشكل بقى والحجاب وده، ده طبعا ده جزء، لكن اللي جوايا انا لا، من جوه ببقى طول الوقت عندي لخبطه فاهمه، مش واقفه كده على. طب استوعبتي مبدئيا فكره انه القرب من ربنا مش لازم يبقى بالزي؟ طبعا استوعبتيها ولا طبعاً لسه رايحه جايه فيها او فيها حته صراع صغيره؟ لا استوعبتها، لان كان بقالي فتره دلوقتي الحمد لله، الحمد لله دلوقتي بقالي الحمد لله سنه، طريقه تفكيري في الحته دي كلها اتغيرت، طريقه تفكيري نفسها وتغيرت يعني بناء على تجارب طبعا، يعني تجارب بتمر بيها وحاجات عانيتي كمان منها وتعبتي. فلما وقفت على رجلي حسيت ان احيانا الانسان بيبقى تو هارش على نفسه، يعني بتجلدي نفسك بزياده. اتعلمت ان انا مش لازم طول الوقت اجلد نفسي بزياده على كل حاجه بتحصل ليا او حواليا. اتعلمت ان كل حاجه بتاخد وقتها، فاللي انا حاساه هعمله، اللي انا مؤمنه بيه هعمله، ولو ربنا قدر لي مع الطريق حاجه تانية هشوفها. فمش لازم افضل طول الوقت في حته الصراع الداخلي بتاعها جلد الذات. جلد مش الزيت. لازم افضل في جلد الذات. جلد الذات طول الوقت. بس هو ده يعني. دول بس الصراعين اللي في حياتي. صراع تالت مفيش عندي استقرار قوي في حياتي، ده صراع تالت مهم قوي. طب ليه استقراري في حياتي صعب قوي؟ ليه دايما حالة لما بتختار شريك حياة بتختار شخص متدين ملتزم؟ تختاري ستايل معين؟ والله مش بختار، هي الحياة يعني. انت بتقابلي حد بتنجذبي؟ ممكن اكون في مرحلة ما انجذبت لل يعني بنجذب اكتر، لكن مش ما اخترتوش يعني. انت حاجه بتقابليها في حياتك بتحسي الله بتنجذبي للنمط اللي انت شايفه فيه ان هو ممكن يوديكي او يساعدك تروحي للحته الروحيه اللي انا حساها بالظبط. انما مش انما دلوقتي عادي، لكن طبعا اكيد جوايا لما اخترت ابو اولادي ان انا كنت بحبه جدا من وانا صغيره، حبيته اكتر لان حسيت ان هو قريب من ربنا. هنصلي مع بعض، هنقرا القران مع بعض، انا بحب الحته دي قوي. بس في ناس بتقول اصل انت كل ما تتجوزي بتختاري حد كده وبتتحجبي
لما تبقي مع الشخص ده. لا احنا اتفقنا ان الناس بتشوف من بره. بتشوف من بره يعني. انا حبي للحجاب ده كان ملوش علاقه بحد. يعني ده حاجه من قبل اي حد. وقربي لحد متدين سنه بيخليني اتشجع ان انا البس حجاب، بيشجعني زي ما انت بتروحي في حته بتسافري حسب المكان بتتشجعي تعملي تخرجي ولا دي حاجه ليها علاقه بالانفايرمنت اللي حواليكي. فانا بحس الانفايرمنت ده هو ده اللي بيديني الاحساس ده. صراعك مع القدر، ايه اللي الاقدار فرضته على حياه حلا كانت بتصارعه معظم الوقت؟ يعني مع القدر في حاجات كتير، بس انا راضيه يعني في حاجات كتيره، بس انا راضيه بكل. يعني انا جات لي وقت كنت حاسه ان انا مش راضيه، زعلانه ليه بيحصل كده وليه لازم يحصل كده. لما بعد كده بقى عرفت ان ربنا دايما ليه حكمه في كل حاجه. فليه حكمه بجد يعني. انت ساعات تقولي ليه كده ومش عارفه ايه، بس تكتشفي ان ربنا ليه حكمة. حكمته او مش بتفهميها ساعتها. بتفهمي ان انت مريتي مثلا بالتجربه الفلانيه دي او بالموقف ده عشان يعلمك تبقي اقوى. ولما بتفهمي الحكمه قدام شويه بتكتشفي انها كانت خير، كانت اخير من اي شيء تاني، ان هي كانت احلى حاجه. يعني ساعات في وسط كل الحاجات الغلط او مش كويسه دي اللي بتوجع دي بتطلعي منها بتحسي ان انت الله ايه ده انا. طب قولي لي قدر من دول يعني قدر ما كنتيش فاهمه ان هو حكمه ربنا فيه خير ليكي، ولما فهمتي بعد كده بداتي تاخدي بالك ان كتير بتبقى حكمه ربنا خير. بصي في حاجه بس مش عارفه اقولها بصراحه. قوليها على الهوا ولا لا؟ قوليها من قلبك. لا احيانا بتاخدي قرار في حياتك انت كنت بتبقي فاكره ان هو ده صح. بس بتكتشفي ان هو كان مش صح وتتعبي. يعني انا تعبت في بعد ما خدت القرار ده. تعبت قوي، تعبت قوي 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 نفسيا وروحيا وجسديا وكل حاجه. ما كانش اسهل حاجه عليا. وكنت بقعد اقول ليه يا رب، يعني انت في حاجه غلط في الاختيار ده، في حاجه. بس اكتشفت بعد كده ان ده كان احسن حاجه حصلت. يعني انا نفسي اشكر الوقت ده، يعني شكرا شكرا على ايه القرار الصعب قوي ده؟ لا ما انا مش عايزه اقول عشان يعني ممكن مش لازم نقول اسم حد ولا يضايق الناس. لا لا خالص، انت بتتكلمي عن حلا وده قد يكون حقك. بصي قد يكون الموقف ده مش شرط يكون الشخص اللي انا هتكلم عنه. هو ممكن يكون انا. انا اللي اخترت. انا ده كان يعني الموقف كان من عندي انا بسبب ظروف حياتي في الوقت ده، او انا كنت شايفه حاجه معينه في الوقت ده ظنيت ان دي احسن حاجه. بس اكتشفت بعد كده ان لا، بس خلاص يعني مش اختيار. كان اختيار خاطئ. كان اختيار كان اختيار خاطئ. تأذيتي لأنه وجعني. الاختيار ده وجعني. والحمد لله انا عديت من الموضوع ده. وطلعت انا دلوقتي احسن بكتير. بكتير يعني. دي من الحاجات اللي بتشوفيها قوه في حلا. ايوه عرفت اطلع. قدرت اطلع لانه كان صعب قوي اطلع منه، لكن عرفت اطلع. الحمد لله. في صراعاتك مع محيطك في وقت معين مثلا زعلوا منك زملائك وناس كتير منهم صرحوا وناس كتير منهم ردوا واتكلموا وكانوا مستائين جدا، والموضوع وصل لدرجه انه النقابه شطبت اسم حلا. ايوه. وحلا اعتذرت. صح. انا اعتذرت. كلميني عن الصراع. اولا طبعا اعتذر رغم ان انا يعني هنقول ان انا ما يعني انا ما غلطتش. كان الغلط مش جاي مش مني، كان من واتحسب عليكي. واتحسب عليا. ما كانش منك واتحسب عليكي. ما كانش مني واتحسب عليا بالظبط. ورغم كده انا قلت انا مش مهم خلاص. الناس مش فاهمه قوي، الناس يعني فاكرين ان ده انا. فخليهم فاكرين ان ده انا وخلاص. يعني انا هتحمل المسؤوليه كامله. وهعتذر طبعا. لكن زمايلي حبايبي عايز اقول لك، وانا بعتز بيهم كلهم. كلهم وهم كلهم جمال. وعمري ما في حياتي فكرت ان انا ممكن اقول كلمه تضايق اي حد. هم غاروا على الفن ساعتها. هم غاروا على الفن اكيد. بس هم انا بقول لك التصريحات اللي اتقالت ما كانتش احسن حاجه. والكلام اللي وصل طبعا من طبعا الصحافه جزء ومش عارفه ايه. الناس برضو بتتكلم كتير. في زمن صعب كل حاجه فيها بقت منتشره وكلام كتير بيزيد الدبل دبل دبل عقبال ما يوصل للحقيقه بتبقى قد كده. هو ده اللي حصل بالظبط. يمكن ده اللي خلاني اكتر حاجه شويه متضايقه في المرحله دي. كنت حاسه ان الموضوع كبر قوي. وكان المقصود يمكن حاجه صغيره قوي. بس الحمد لله يعني. لكن طبعا
بعتذر لهم اكيد لو اي حاجه ضايقتهم، لان انا خلي بالك انا في الاخر برضو انا والدي فنان وانا من اسره فنان. ف يعني الفن بالنسبه لي حاجه من الحاجات اللي زعلتهم. اه وخصوصا ان انا والدي برضو طلع واتكلم عشان هو كمان كان متضايق، بس كان متضايق عشاني. تاخدي بالك في وقت قال انا متضايق عشان انا عارف ان الحاله مش كده. قال انك مخطوفه مختطفه. ايوه قال انت مختطفه. كنت مختطفه فعلا. كنت حاسه انك مختطفه فعلا؟ يعني بصي المرحله دي عدت ومش عايزه اخدها قوي. بس ما كنتش في احسن حاله في حياتي. انا قلت لك انت بيجي لك مرحله في حياتك، خلي بالك انا طالعه من 12 سنه 11 سنه كنت في حياه مختلفه وراجعه اشتغل. فانا قابلت هجوم كبير يعني. الناس اتقسمت، بقى في ناس مع ان انا ارجع وفي ناس ضد ان انا ارجع. وفي وسط صراعهم دول انا اللي واقفه في النص. فانا اللي تعبانه، لان لا انتوا كده صح ولا انتوا صح، لان انا في حته ثانيه خالص. انا موقفي كان مختلف تماما، ولا حاجه من اللي انتوا قلتوها ولا حاجه من اللي انتوا قلتوها. بس مهما انت تشرحي عمرك ما هتقدري توصلي اللي انت يعني اللي انت جواكي قوي للناس. الناس مش هتستوعبه، مش هتفهم ان دي كل انسان بيمر بظروف معينه في حياته بتبقى مش اسهل حاجه. بتبقى قويه يعني. انا خلي بالك مش من النوع اللي اخد اي ستيب الا لو بجد حاجه عملتني كده قوي. فانا عملت كده قوي، فكان لازم اخد قرارات في حياتي. وانا دايما كتير في حياتي بتحط في الحتت دي، ان ببقى كده قوي لازم اخد قرار في حاجه معينه، يبقى كده يبقى كده. ف ممكن يبقى ليه علاقه باللي قلتيه في الاول، انه ان انت ما بتستخدميش اقنعه، وان انت ما بتعرفيش تعملي عكس اللي انت حاساه. انك ما بتعرفيش تستسلمي الوضع ما بقاش شبهك او ما بقاش بيريحك عشان تبقي في الكونفورت زون. بالظبط انا ما بقى لازم بتدفعي ثمن ده يا حلا. اكيد اي حاجه في الدنيا عايزه تعمليها لازم هتدفعي ثمنها. اي حاجه. الصراع اللي مع نفسك قرب يخلص ولا خلص ولا مش هيخلص؟ لسه قدامه شويه. مش حاسه انه هيخلص؟ مش هيخلص. بصي مفيش حد مننا ما عندوش طول الوقت الليل نهار. لازم حتى ما تحطي نفسك على المخده بتقعدي تفكري في 100,000 حاجه. تأثرتي يعني اتضايقتي لما حد وصفك مثلا بزجزاج رايحه جايه وهو مش متفهم ايه اللي جوه؟ بصراحه اتضايقت، لان انا والله انا مش كده. وعلى فكره انا مش مضايق خالص، وعمري ما حاسه ان انا مضايق. ممكن ابقى مع نفسي على نفسي يعني ازهق كده اقعد شويه نفسي انزل اتمشى بتاع، لكن عمري ما كنت مضايق على الناس. مش الناس كتير قوي تعرفني، عمري مش هقلب على حد ولا ما عنديش التركيبه دي انا. قصتي شويه عميقه جدا خلاص. فطبيعي ان انت احيانا بتتعبي من حاجات معينه او بتضطري تعملي تصرفات معينه، انما ما انهاش مثلا في جواز او طلاق او كده. دي حاجه ديبر خلاص، دي علاقتك انت بربنا زي تحدديها. مش حاجه سهله على فكره. صحيح. خصوصا لو انت عايزه تبقي صادقه في اي حاجه بتعمليها. صحيح. مش حاجه سهله. بتاخد وقت طويل وسنين. ده في ناس مش هم في ناس بتقعد سنين اللي هم العلماء مثلا ولا فيلوسوفرز ولا مش بيقعدوا سنين عشان يطلعوا. طبعا بيتعبوا قوي. تعبوا قد ايه؟ جدا. بيدفعوا من روحهم من طاقتهم ومن صحتهم ومن ايام حياتهم علشان يوصلوا لايه؟ لحاجه قد كده صغيره بس تبقى حقيقيه. لحكمه قد كده. لحكمه قد كده. انا شويه بحب عندي الحته دي شويه جوايا على قدي خلاص. وشايفه ان الانسان الحقيقي لازم يكون كده. لانه لو هو عايش كده وخلاص يعني زي ما تيجي تيجي. ما ناس كتيره ممكن تبقى عايشه زي ما تيجي تيجي. انا ما احبش ابقى عايشه زي ما تيجي تيجي. انا احب ان انا ابقى فاهمه وعندي معاني فاهمها وعندي حاجات احس بيها لان انا شايفه ان هي دي متعه الحياه اصلا، ان انت تبقي عايشه فيكي ده جواكي. اكتر هجوم اثر فيكي يا حلا وضايقك وزعلك، مش مسامحه اللي قاله او مش مش معدي عليكي يعني؟ بصي زعلت من حد قال هي في حاجه في مخها مش كويسه او محتاجه تتعالج وكده. بزعل قوي. ده زميل ولا ناقد؟ لا هو ما اعرفش بقى لو زميل او ناقد. انا فاكره الجمله وناس كتيره بتقولها يعني، سمعت بعض الناس بتقولها. بتضايق قوي لان انا بحس ان انتوا مش فاهمين حاجه. يعني انتوا بتقولوا ليه بتقولوا كده؟ يعني انتوا ما تعرفونيش اصلا، ما تعرفوش حلا. ما انتوا بتعرفوا الصوره. انا قلت لك دايما في الصوره المرسومه دي اللي على المسرح بقى. على المسرح انت على المسرح. فهم شايفين الصوره دي، فالصوره دي ما ينفعش تتهز.
فاهمة؟ فلما يشوفوكي انتي او بيشوفوا احداثك انتي بياخدوها برضو اللقطة دي من على المسرح. لكن مش بيروحوا ديبر يفهموا، ومش لازم يفهموا. فاهمة؟ انا وصلت مرحلة دي ان انا خلاص مش لازم يفهموا، لان ما بصي ما حدش بيفهم حد اصلا 100%. بس فكرة ان انتي تحكمي، انا ما بحبش احكم على حد، وعمري في حياتي ما حكمت على حد، لان كل واحد فينا بيمر بظروف مختلفة واحداث طبعًا. مختلفة، محدش عارف ظروف حد. طبعا فالكلام ده طبعا شوية بيضايقني. ممكن يكون يعني الهجوم على حلا ليه علاقة شوية بانها ست، يعني ممكن لو راجل اخذ القرارات دي في حياته بالشكل ده هتعدي عادي ومحدش ممكن عشان الستات فعلا مختلف، الموضوع مختلف بالنسبة لهم. ممكن من الفصل الثاني للفصل الثالث مع حلا شيحه.